بشرى صار التضامن تعلن عن زيادة الحد الأدنى لأصحاب المعاشات من يوليو المقبل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. أهلا وسهلا بكم متابعين القناة الكرام، معكم مصطفى بشير. النهارده معنا موضوع جديد من مواضيع المصالح الحكومية أو الأخبار التي تخص جميع المصالح الحكومية. النهارده هنتكلم على البشرى التي أدفتها وزيرة التضامن الاجتماعي بخصوص زيادة الحد الأدنى لأصحاب المعاشات، وخاصة تكافل وكرامة، ومن 350 جنيه إلى 916 جنيها. طيب قبل ما نشوف تفاصيل الموضوع، يا ريت نعمل اشتراك في القناة لو بتشاهدنا لأول مرة علشان يوصلك كل جديد في المصالح الحكومية. أعلنت الدكتورة نيفين الخباج وزيرة التضامن الاجتماعي أنه سيتم زيادة الحد الأدنى للأجر التأميني من أول يوليو 2022 من 1200 جنيه إلى 1400 جنيه، وده خاصة بالموظفين، في حين زاد الحد الأدنى للمعاشات إلى 919 جنيها اعتبارا من يوليو المقبل. لافتة إلى أن وزارة التضامن تراجع بيانات 1,300,000 أسرة من المستفيدين من تكافل وكرامة هذا العام، حيث يتم تحديث جميع قواعد البيانات 30% من مستفيدي تكافل وكرامة كل عام. وأضافت القباج أن هذا العام تم استحداث حصر الأسر المتقدمة لتكافل وكرامة المقبلة في قوائم الانتظار، مشيرا إلى أن تدخل اقتصادية تكون القائمة موجودة، لافتة إلى أن استراتيجية أولى بالرعاية تبدأ بالأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة. والأطفال والأسر المعيلة والأسر التي لديها زوج يتم التوسيع في التمكين الاقتصادي بها. وأشارت إلى أنه يتم توحيد قواعد البيانات بين الوزارة وبين الجمعيات الأهلية ومع صندوق بيت الزكاة والصدقات، مؤكدة أنه يتم عمل شبكة ربط للاستعلام عن المواطنين بالرقم القومي. وأوضحت وزيرة التضامن أنه يتم العمل على تكافؤ الفرص التعليمية من خلال الانتهاء من 3000 حضانة هذا العام، ومن 600 مدرسة مجتمع لاستيعاب الأطفال ممن لم يلتحقوا بالتعليم، وإن كل طفل بمؤسسات الرعاية سيتم إصدار كارنيه تأمين الصحي له. كما سيتم توفير تابلت لطلاب المراحل الإعدادية في مؤسسة الرعاية، كما يتم دفع المصروفات للطلاب غير القادرين بالجامعات من خلال وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، كما تم توفير 600 منحة جامعية للطلاب الفائزين. ألف مبروك لإخواننا أصحاب المعاشات، وخاصة تكافل وكرامة أو من يستحقون في تكافل وكرامة، سيتم ارتفاع معاشهم من 350 جنيه إلى 916 جنيه. شكرا لحسن استماعكم، كان معكم مصطفى بشير. ما ننساش نعمل اشتراك في القناة لو شاهدنا لأول مرة علشان يوصلك كل جديد في المصالح الحكومية.